في اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات، تجمع في بغداد عدد من المتطوعين من رياضيين وناشطين وأعضاء منظمات مجتمع مدني للمشاركة في ماراثون يسلط الضوء على أهمية مكافحة المخدرات. الماراثون الذي نظم من قبل الشرطة المجتمعية انطلق من بداية جسر الجمهورية إلى منتصف شارع أبي نواس بمسافة تتجاوز أكثر من 3.5 كيلومترات وبمشاركة قرابة 900 شخص. يقيم رجال الشرطة المجتمعية الماراثون الأول بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات، وهذه رسالة واضحة لمحاربة هذه الظاهرة السلبية بالمجتمع الدخيلة على مجتمعنا. اليوم المخدرات هو إرهاب وحرب، وهم يعلنون جميعا أنهم في خندق واحد من أجل محاربة هذه الظاهرة وكل الظواهر السلبية بالمجتمع. نساء ورجال ومختلف الفئات العمرية شملهم الماراثون، لكنه ركز على طبقة شباب في المدارس والجامعات والذين يشكلون الفئة الأخطر والأكثر عرضة لخطر انتشار المخدرات، رافعين شعار نعم للحياة لا للمخدرات. حبينا نشارك بهذا الماراثون نعم للحياة لا للمخدرات. هي رسالة واضحة أنه إحنا ننبذ هاي الفكرة وهذا العمل اللي يقومون به. هذا اليوم هو جدا مهم، أول شيء بتوعية وتثقيف للشباب، يعني وأنا أتمنى دائما يكون ماراثون بهيجي شيء ويشمل يعني المدارس وبالأخص الجامعات اللي هو الترويج دائما عندهم مستمر. رغم ارتفاع درجات الحرارة فإن ذلك لم يمنع الرياضيين من المشاركة في هذا الماراثون، على أمل أن تسهم الفعاليات الرياضية في تنظيم سلوك المجتمع وتحريره من العادات السيئة. جوائز انتظرت الفائزين من مختلف الفئات، لكن جائزة الأهم تكمن في تسليط الضوء على أهمية الرياضة ونبذ الظواهر الدخيلة على المجتمع. من بغداد علي أسد، يو تي في.